طلع ابنك شرير كده في موضوع عائلي. تعال بس لو سمحت تعال انت الشرير وكلك قلم يا حبيبي. ايوه ما هو الاستاذ احمد الجنايني قال لي انا براهن. قلت له يعني مالي يعني اول مره امثل مع ابني اضربه. قال لي بس ده مهم وده دور مختلف. وهو الاستاذ احمد الجنايني عارف ان انا بحب الاختلاف وقعد معي. انا ما كانش لي علاقه بالموضوع ده خالص على فكره, بس الاستاذ احمد الجندي هو اللي رشحه, والاستاذ احمد الجنايني كان متحمس جدا. فالحمد لله والشكر لله عمل حاجه مختلفه واتضرب الحمد لله, مع ان عمري ما بديت ايدي عليه. انا ما كنتش انت عالم زي ده في الحقيقه خالص ابدا, بس هي كانت لحظه طبعا ليها قيمه يعني. هنشوفه في مع بعض تاني. انا عايزك تكلمني بس عن اللقطه دي كمان. لا طبعا يعني حاجه تشرف طبعا. احلى بوكس غالبا. خايف انت شغال قدام بابا ولا حبيت تطمنت اكتر؟ يعني الموضوع مش سهل برضه, الموضوع موتر شويه. لا ونجم كبير برضه فلو طلهبته يعني. دي حقيقه. انا كنت عايز اقول لك منورنا وهشوفك في ايه تاني. انا عايز اشوفك قريب برضه باذن الله. بنجهز لموضوع عائلي الجزء الثاني. الله ايوه على 8 اللي جاي ان شاء الله نبتدي, وينزل على 11/23 زي السنه دي. ربنا يكمل والحمد لله على النجاح اللي حصل. وانا قلت لهم مش هنعمل جزء ثاني غير لو الناس طلبت. فالناس طلبت. اللي بنجهزه حاليا فضل ونعمه, فيلم اسمه فضل ونعمه مع الاستاذه هند صبري, انتاج الاستاذ احمد الجنايني, اخراج الاستاذ رامي امام. وانا متشرف اني اشتغل مع رامي لانه صديق عزيز على قلبي قوي, فنان وانسان يعني. تاليف الاستاذ ايمن وطار. كمان 15 يوم من عشته كان ليه عمر ان شاء الله نبتدي فيه يعني. بعدها ان شاء الله نخش على فيلم اسمه ابو نسب ان شاء الله. الاستاذ احمد الجنايني برضو لسه كل التفاصيل ما بنتش لكن بيشتغل عليه. وبعدها ان عشته وكان ليه عمر وقفة رجالة 2 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ثم في نص 8 ان عشته وكان ليه عمر. سؤال واحد بس, شريف الدسوقي وضعه طبيعي هيقدر يشتغل معكم الفيلم ولا ايه الموضوع؟ باذن الله هيشتغل, والاستاذ شريف دسوقي بخير, والاستاذ احمد الجنايني متابعه وبنطمن عليه وبنطمن على اخباره. وربنا لا يمكن يحمل حد فوق طاقته ابدا, لان شريف انسان محترم وقلبه زي الفل وانسان جميل. فربنا سنده وباذن الله باذن الله ما يشوفش اي شر, وهيكمل وهيشتغل وهيدي اكتر من الاول كمان ان شاء الله. انا الشرف ليا. امين يا رب. امين يا رب.